ننتقل الآن إلى مراسلين من البصرة، مصطفى الشمري ومن ذي قار حسن العربي. أهلا بكما. أبدأ معك مصطفى، كيف تسير عملية التعداد السكاني في البصرة؟ هل هناك معوقات؟ تفضل. نعم، ربما عمليه تعداد السكان في محافظه البصره يعني تسري بصوره اعتياديه، ولكن ربما هنالك بعض المشاكل حينما رافقنا فرق التعداد السكاني في احدى المناطق واحدى المجمعات السكنيه. هنالك بعض المناطق في البصره لغايه الان يرفضون ان يقومون بتسجيل اسمائهم واعطاء المعلومات للعدادين وللفرق الجواله، وهذه المناطق ربما هي بعض المناطق المعينه في محافظه البصره، وهنالك معاناة كبيرة من بعض الباحثين، وبعض العدادين والباحثين قد انسحبوا من هذه المناطق نتيجة لعدم استجابة المواطنين لموضوع إدخال البيانات وعملية التعداد السكاني بالنتيجة. لكن في باقي المناطق الأخرى هنالك انسيابية عالية، هنالك تعاون ما بين المواطنين خصوصا في المناطق الشعبية من البصرة. يعني هذه ربما هذه الأمور التي أو المعرقلات التي تواجدت اليوم مع الباحثين والعدادين ربما هذه سوف تحل في مصطفى اذا سمحت لي، في ظل اعلان فرض التجوال الشامل في جميع محافظات العراق. ننقل الان الصوره من البصره بشكل مباشر، ولكن نلاحظ هناك حركه للمركبات وكذلك مركبات التوك توك الصغيره وحتى الدراجات الناريه. كيف هو التزام المواطنين في فرض التجوال الشامل؟ زميلتي، أنا متواجد حاليا في منطقة الجمهورية وسط البصرة. إجراءات حظر التجوال هي إجراءات صارمة، لكن هنالك يعني للحالات الحرجة، للحالات الطارئة وللحالات الإنسانية يسمح لهم بالعبور، وأيضا هنالك أشخاص يمتلكون تخويل ويمتلكون باجات خاصة بإمكانهم التنقل داخل مركز المدينة وخارجه، وأيضا الذين هم يعني موظفون بنظام المناوبة لهم حق التنقل. يعني ربما خلف ترين هنالك يعني النقاط العسكرية متواجدة، وأيضا تحاسب المركبات يعني القوات الأمنية المتمثلة بكافة أصنافها ومن ضمنها شرطة المرور يحاسبون المركبات المتواجدة، ووصلت إلى أن تصل إلى هنالك غرامات على الأشخاص المخالفين. السيارات المركبات الكبيرة كمركبات الخاصة بنقل المياه وبنقل المواد الغذائية يسمح لها بالتنقل داخل مركز المدينة، فبالنتيجة اليوم نوعا ما هنالك تطبيق لحظر التجوال بنسبة ما يقارب 90%، وبالنتيجة اليوم هذا جاء من وعي المواطنين تجاه موضوع عملية فرض التجوال. منذ يوم أمس الساعة 12 قد انطلق حظر التجوال في محافظة البصرة وقد طبق بالكامل، ووصلنا إلى هذه الفترة هنالك تطبيق كبير، ولكن ربما يعني التحدي الكبير كيف يمكن أن نصل إلى تطبيق حظر تجوال كامل إلى يوم غد والالتزام بهذا الحظر. نعم. نتمنى من الكل من المواطنين أن يلتزموا بإجراءات حظر التجوال، وحتى وأن يلتزموا ويتعاملوا مع الفرق الخاصة بتعداد السكان التي تجوب المناطق والأزقة وتطرق البيوت. نعم، أبقى معنا مصطفى، دعني أنتقل إلى ذي قار مع حسن العربي. حسن، كيف هو المشهد في ذي قار؟ هل هناك معوقات مشابهة لما تشهده البصرة أم أن العملية تسير بشكل آمن؟ تفضل. تحية لك زميلتي وللسادة المشاهدين. حقيقة في ذي قار الأمر على العكس تماما، مثل ما حدث بالبصرة هنالك استقبال كبير للباحثين الذين يتجهون إلى المنازل بمختلف مناطق المدينة، والذين وصل عددهم إلى 5000 باحث توزعوا على 25 وحدة إدارية داخل محافظة ذي قار. اليوم المواطنين في محافظة ذي قار يعيشون هذا اليوم وساعته كأنه أحد الأعياد الوطنية، لأنه هنالك رؤية وصلت إلى أغلب أبناء المحافظة بأن التعداد السكاني هو ضرورة لضمان مقدرات المحافظة. الكل يعلم بأن هذه المحافظة عانت الكثير، لذلك اليوم المواطنون يسعون من خلال ترحيبهم بالباحثين، من خلال تقديم المعلومات الكاملة للباحثين، إلى أن يرتفع يعني ترتفع مرتبة المحافظة في مراتب المحافظات العراقية من خلال التعداد السكاني، كأن تكون في المرتبة الثالثة بعدما كانت هي الآن في المرتبة الرابعة. لذلك هنالك استقبال كبير للباحثين. مديرية الإحصاء أكدت أنه لم تسجل أي
اعتداءات مثل ما تم الحديث في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا قيادة شرطة ذيقار أكدت أنه لم تحدث أي خروقات أمنية تؤثر على عملية الإحصاء. الإحصاء بدأ في تمام الساعة 7:30 صباحا، وانتشر الباحثون في شتى مناطق محافظة ذيقار ولا زالوا مستمرين إلى هذه اللحظة، وسيستمر إلى يوم غد أيضا. نعم، دعني أنتقل إليك مرة أخرى مصطفى إلى البصرة تحديدا. يعني تحدثت قبل قليل عن معوقات تعيق عملية سير التعداد السكاني، هل هناك خطة ليوم غد من قبل الجهات المعنية لتسير هذه أو هذا التعداد بشكل أفضل مما كان عليه اليوم؟ نعم زميلتي، هذه المناطق التي واجهت ربما رفض كبير من قبل المواطنين والتي واجهها الباحثون والعدادون والذين امتنعوا أصحاب هذه المناطق عن أعطاء المعلومات للباحثين، يعني القوات الأمنية وحتى مديرية إحصاء البصرة سوف يعني وضعت خطة لمعالجة هذه يعني الامتناعات. والأسباب ربما أسباب هي متتالية، يعني من ضمن التعداد أن يتم عد وتسجيل جميع الأشخاص المتواجدون في المنزل سواء كانوا عمالة أجنبية أو سكان محليين. فبعض المنازل الذين يمتلكون عمالة أجنبية تخوفوا من أن يتم تسجيل العمالة الأجنبية ضمن التعداد السكاني فامتنعوا عن تسجيلهم. بالنتيجة اليوم الكل يريد أن تمر هذه العملية بسلاسة. ربما هي في آخر إحصائية لمحافظة البصرة هنالك ما يقارب 2,500,000 نسمة في هذه المحافظة، ولكن استحقاقها ربما هي بزيادة أعداد المواطنين، لأن هنالك توقعات بأن تكون محافظة البصرة قد تتجاوز وتتخطى نسبة 4 مليون. بالنتيجة اليوم إن صح التعبير وإن صحت الأرقام والإحصائيات وتم إحصاء وعد المواطنين في محافظة البصرة سوف تنال حصتها الحقيقية من الموارد وتنال حصتها الحقيقية في تمثيل في البرلمان. بالنتيجة اليوم محافظة البصرة هي جاذبة للسكان وجاذبة للمستثمرين وجاذبة لجميع أنواع النشاطات التجارية. فبالنتيجة اليوم إذا ارتفعت أعداد المواطنين في المحافظة سوف تتخصص لها ميزانية خاصة، وحتى موضوع حرية اختيار التمثيل السياسي في البرلمان وحتى في مجلس المحافظة. بالنتيجة اليوم يعني ربما هذه الخروقات البسيطة، ولا نسميها خروقات بل هنالك ربما معرقلات مع فرق التعداد، ولكن سوف تحل هذه الأمور بحسب ما تواصلنا مع الجهات المختصة، وسوف يتم يعني إظهار النتائج الخاصة والنتائج الحقيقية بالتعداد السكاني لمحافظة البصرة يوم غد. سوف تعلن النتائج الرسمية وسوف نعلم ما هو أو ما هي الأعداد الحقيقية لمحافظة البصرة التي ربما هي تحتاج أن تفسر وتحتاج أن يتم إعلانها بالكامل. نعم، ونحن سنكون بانتظار هذه النتائج. أعود إليك مراسلنا من ذيقار، يعني في ظل الالتزام من قبل المواطنين الذي تحدثنا فيه قبل قليل، هل هناك حالات لكسر فرض التجوال بشكل عام أم أن الأمور تسير أيضا من هذه الناحية بشكل جيد في ذيقار؟ بلي، حقيقة قيادة شرطة ذيقار ومنذ ليلة البارحة شرعت بتطبيق فرض حظر التجوال من خلال فرض أطواق أمنية بدءا بالطرق الخارجية المؤدية إلى المحافظة ووصولا إلى الطرق الداخلية داخل الأحياء السكنية في محافظة ذيقار والشوارع الرئيسية. لذلك هنالك تطبيق تام لحظر التجوال، لكن مثل ما تحدث زميلي مصطفى قبل قليل بأنه هنالك توجيهات في عموم العراق وفي محافظة ذيقار أيضا بالسماح للحالات الإنسانية والسماح للمخولين ممن يحملون الباجات مثل الإعلاميين أو الصحفيين أو بعض الموظفين الخفر في دوائر الدولة. هنالك التزام شبه تام من أبناء محافظة ذيقار، لأنه كما تحدثت في بداية الأمر أنه أبناء المحافظة اليوم ينظرون إلى التعداد السكاني بأنه فرصة لضمان حقوق المحافظة من خلال زيادة التمثيل النيابي، من خلال زيادة المخصصات المالية لمحافظة ذيقار، من خلال رفد المحافظة بعدد من الدرجات الوظيفية التي من الممكن أن تغير من واقع ذيقار الذي عانى منه المواطنين الأمرين على مر السنوات السابقة. لذلك يعني لغاية الآن لا يوجد أي خروقات في حظر التجوال من قبل المواطنين أو غيره.
نعم شكرا لانضمامكم لنا في نشرة الثالثة، كنتما معنا من البصرة مراسلنا مصطفى الشمري ومن ذي قار حسن العربي، شكرا لكم.